طيب خلونا نبدأ مع حضراتكم فقرتنا المحلية بمباراة النهاردة اللي هتخوضها الأندية المصرية سواء في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أو مباريات الدوري العام المصري الممتاز. ونبدأ بالحدث الأهم النهاردة، هو مباراتي بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية. زي ما احنا عارفين إن هيلتقي بيراميدز الساعة 6 مساء النهاردة إن شاء الله مع أسكو كارا التوجولي على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجالية، وفيوتشر ايضا هيلاعب الجيش الملكي في المباراه النهارده تكون الساعه 9. ومن المتوقع ان هي تشهد المباراه يعني المباراتين قوه ونديه بين الفريقين. يعني عايز اتكلم عن المباراه الاولى مباراه بيراميدز، وان الفريقين هدفهم الفوز والحصول على الثلاث نقاط. يعني بيراميدز بيمتلك 5 نقاط حتى الان في المركز الثاني في مجموعته خلف الجيش الملكي المغربي اللي بيحتل صداره المجموعه ب7 نقاط، بينما بيحتل اسكو كارا المركز الاخير برصيد نقطة واحدة. وحرص على طول المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على تحذير لاعبي فريق بيراميدز من أرضية الملعب مباراة اسكو كارا، يعني خاصة ان هي من النجيل الصناعي المباراة النهاردة، وطلبهم بالحذر الشديد دون البذل مجهود يعني كبير والاعتماد على تدوير الكرة بين أقدام اللاعبين أكثر من الجري داخل الملعب. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لنادي بيراميدز النهاردة في المواجهة الإفريقية في بطولة الكونفدرالية، إن شاء الله بإذن الله يحصد الـ3 نقاط اللي هتكون مهمة جدا في مشوار رغم صعوبة المباراة إن هي كونها من النجيل الصناعي، لكن إن شاء الله بيراميدز قادر هو كتيبة نجوم إن شاء الله إنه يعود بـ3 نقاط. وفي نفس المجموعة زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الساعة 9 مساء فيوتشر هيلعب امام فريق الجيش الملكي المغربي في اللقاء اللي هيقام ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. في المقابل بيدخل كمان نادي الجيش الملكي المباراه متصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط بعد ما تعادل مع بيراميدز في القاهره بنتيجه 2-2 ثم فاز على اسكو كارا بـ5 أهداف مقابل هدف واحد قبل بقى ما يعود على فيوتشر ويفوز عليه بالمغرب بهدفين نظيفين. كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر شدد على صعوبه مباراه الجيش الملكي وقال السقا ان مباراه الجيش الملكي هي مباراه صعود بالنسبه لفيوتشر لا بديل فيها عن الفوز، مضيفا ان المباراه المتبقيه لفريق ستقام داخل مصر وهذا يجب ان يمنحهم افضليه لتحقيق نتائج ايجابيه. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق ايضا لنادي فيوتشر امام فريق الجيش الملكي ان شاء الله ويحقق الـ3 نقاط وان شاء الله يحصد الثنائي المصري سواء فيوتشر او نادي بيراميدز على الـ3 نقاط النهارده وتبقى دفعه معنويه كبيره ان هم ان شاء الله يصعدوا للدور التالي. من الكونفدراليه نروح لبطوله الدوري المصري، الدوري ممتاز بيستضيف فريق نادي الاسماعيلي نظيره فاركو النهارده المباراه ان شاء الله الساعه 6 على استاد الاسماعيليه، هتكون مباراه قويه جدا مرتقبه الجمهور كله مستنيها ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطوله الدوري الممتاز لدرع الحكم الدولي محمد عادل. بيحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقه برصيد 26 نقطه بينما بيمتلك نادي الاسماعيلي 15 نقطه في المركز الـ17. يعني مباراة فاركو النهارده الاسماعيلي ليها حسابات خاصة وأهمية خاصة خصوصا يعني إنها بعد عاصفة جت من غضب اللاعبين واحتواء إدارة النادي كمان ليهم، فضلا عن موقف كمان الفريق الملتزم أكيد والمتأزم حتى الآن في مسابقة الدوري. بيعود للاسماعيلي لاعبه عماد حمدي النهارده لاعب خط وسط الفريق بعد انتهاء إيقافه. تأمل كمان جماهير نادي الاسماعيلي أكيد إن تكون مباراة فاركو يعني هي نقطة انطلاقة جديدة لنادي الاسماعيلي نحو احتلال مركز جيد بجدول المسابقه والابتعاد عن شبح الهبوط، والناس كلها طبعا اكيد كلنا ورا نادي الاسماعيلي. يعني بكل صراحه نادي الاسماعيلي بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن المنافسه بشكل كبير جدا في كل البطولات سواء البطولات الافريقيه او المحليه، رغم ان الاسماعيلي يعني عايز اقول لحضراتكم افكر حضراتكم هو اول فريق حصل على لقب بالدوري ابطال افريقيا في تاريخ مصر قبل الاهلي والزمالك كمان، وقلعه ليها شعبيه كبيره جدا في الاسماعيليه وفي مصر بشكل عام، وكلنا كنا بنستمتع باداء الدراويش واداء سمسميه طبعا نادي الاسماعيلي. في كل تاكيد كلنا عايزين الفتره المقبله نادي الاسماعيلي يعود مره اخرى بقوه، يبقى في دعم من مجلس الاداره، يبقى في صفقات قويه تكون موجوده في النادي في الفتره المقبله، وكلنا طبعا نتمنى النادي الاسماعيلي يعود وكل الانديه الجماهيريه تعود اقوى في الفتره القادمه.